اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. شعب اثنين كبار السن. اليوم ان شاء الله بننهي توبيك 5 بجزئه الاخير، واللي هو بيحكي بشكل عام عن اوضاع كبار السن في الاردن من ناحيه الرعايه الصحيه. اعتمدنا في هذا التوبيك على مصادر مختلفه، وكان اهمها التقرير الدوري اللي عملوه المركز الوطني لحقوق الانسان، بالاضافه للدراسه كمان اخرى اوبزرفيشنال اللي انعملت لرصد أوضاع كبار السن أيضا في هاي الدور الإيوائية. في أي سؤال قبل ما نعمل شير للباوربوينت برزنتيشن؟ أي أسئلة يا شعب اثنين؟ بتعرفوا إنه الأحد إن شاء الله عن الكويز الثاني القصير 10 علامات، وبيشمل زي ما حكينا الجزء الثاني من التوبيك 3 اللي هو الفيزيكال تشينجز. طيب خلينا نعمل شير ونبلش محاضرتنا. طيب شايفين معي السلايد اللي بيحكي عن الرعاية الاجتماعية الثقافية؟ دكتور مبين دكتورة. تمام، هون التقرير بيكمل. حكينا هو يعني الآلية اللي عملوها هم، أول إشي شافوا شو الوضع بشكل عام في القوانين وفي التشريعات internationally، وفي الأردن في الدستور في القوانين السارية حاليا. بعدين رصدوا الوضع في هذه الأماكن، وبعد هيك حكوا عن الثغرات والمعيقات اللي موجودة حاليا، وبعد هيك في نهاية التقرير أعطوا توصيات بناء على الأشياء السلبية اللي وجدت. فإحنا لساتنا بنحكي عن ما رصدوه واللي شافوه. فبالنسبة لرعاية اجتماعية ثقافية، زي ما حكينا في بعض السلايدات حكوا عن إنه تخلو الأغلبية الدور من مكان بيقدر المسن يمارس فيه أي هوايات، ما في مكتبة، ما في غرف مطالعة، أماكن بيمارسوا فيها أنشطة رياضية، ترفيهية، دينية. تقتصر الأماكن هاي أغلبها على غرف نوم المسنين أو القاعات اللي فيها الأسرة، بالإضافة لقاعة فيها كراسي للجلوس اللي هي غرفة الجلوس، بيقضوا فيها أغلب وقتهم المسنين اللي بيطلع من غرفته، وبعض الساحات الخارجية، وفي بعض الدور يخلو من هذه الأماكن كمان خارجيا وفقط يعني. فما في مكان عاملينه مثلا إنه في، خلينا نحكي، صالات رياضية أو غيرها، علما بأنه مثلا أحد الدور فيها قاعة كبيرة هي فعليا مصمم إنها تكون صالة رياضية، بس للأسف افتقار المصادر الأساسية، إنه ما في فند، ما في إمكانية إنه بيجيبوا أدوات رياضية أو بيجي حدا بيدرب المسنين أو بيعملهم يوغا أو أي نوع من النشاطات الترفيهية. فهذا يعني بخلي هذه الأماكن تفتقر لشغلات أساسية في الرعاية الاجتماعية الثقافية. بالنسبة للكادر اللي بيشتغل في أغلب هذه الأماكن، حكينا عنه إحنا نقص في الـ specific types of care تتعلق بالمسنين. طب الشيخوخة إحنا عنا يعني أطباء متخصصين في هذا المجال، عددهم قليل جدا، يمكن 3 أو 4 بكل الأردن. التمريض كمان المختص في رعاية كبار السن برضو نقص فيه، حتى هو كتخصص في الأردن لا يزال مش موجود، فاللي بده يحصل على هذا التخصص بده يطلع برا الأردن يدرسه. كان في قصور كمان موضوع حتى رعاية اجتماعية، كمان الرعاية النفسية، بيقتصر العلاج النفسي فقط للحالات المتأزمة اللي فيها سايكوسيس، فيها سكيزوفرينيا، يعني أمراض نفسية مشخصة مسبقا، هذولا بيلجأوا إنهم يعطوهم علاجات. لكن سايكولوجيكالي، كان يجي نحكي على حالة نفسية من ناحية سايكولوجي أو سبورت أو some cases of depression، لا يتم متابعتها ولا حتى إنه تشخيص إلها. يعني هذا كمان مشكلة، إنه في بعض الدور ما بتحصل إنه يجي طبيب نفسي، في بعضها أطباء نفسيين بيجوا نوع من التطوع
أو مثلا يوم واحد في الأسبوع، فيعني لما بيجي طبيب يوم واحد في الأسبوع وفي 120 نزيل، ما أعتقد إنه مسن بينعمل له سكرينينج حتى لو ما شكى من إشي، يعني ما بيحصل الدور، فهو بيجي فعليا بس عشان يتابع الحالات اللي already diagnosed وفعلا بتكون مشكلة نفسية متأزمة. يعني كنا نشوف بعض الحالات already يعني defined إنه في عندهم psychosis وفي سكيزوفرينيا وماشيين على علاجاتهم، هذول اللي بيجي الطبيب النفسي عشان يتابعهم ويتابع تطور الحالة والميديكيشن وغيرها. بس حكيت لكم يعني كسايكولوجيكال سبورت هذا لا يزال مش موجود، وإذا كان موجود كان بس عبارة عن حركات يعني تطوعية مش منظمة. موضوع الرعاية حكينا، الكير يقدم عادة خصوصا للمسنين الذكور من قبل مقدمي رعاية من العمالة الوافدة. سببين رئيسيين، أول إشي إنه كتمريض أكيد بده اللي دارس تمريض وستاف نيرس أو حتى براكتيكال نيرس أكيد بده أجر يعني يليق بالتعب اللي بيتعبه وبالدراسة اللي درسها أكيد، فما رح يكون شخص بيقبل بأجور كثير متدنية. هاي واحد. اثنين، في ثقافة العيب أيضا، في بمجتمعنا ثقافة إنه ما بدي أخدم المسنين، ما بدي أعمل رعاية مباشرة جسديا ونظافة شخصية وغيرها، بيعتبروها في البعض إنه هذا في عيب في الموضوع وغير مقبول اجتماعيا. قلة التدريب، حتى الكوادر نفسها اللي موجودة، العاملين اللي بيقدموا رعاية يوميا للمسنين، ما في أي متابعة لإمكانياتهم وقدراتهم والمعرفة اللي عندهم. يعني مقدم الرعاية هو إجا من باك جراوند مش تمريض ولا ميديكال نهائيا، بس هو زي ما بيحكوا له اعمل بيعمل، يعني احمل المسن هيك وجيبه هيك وحممه ولبسه وحطه، وككوميونيكيشن خلص كيف ما اجت معك تيجي. اذا انت شخص منيح وحنون على المسنين اوكي، شخص مش حنون او حتى انه مش هو مش حنون، يعني ما عنده المبادئ الاساسيه للكوميونيكيشن مع هاي الفئه، فهذا إشي مش يعني مش بارادته، هو مش موجود عنده يفتقره، فما في متابعة أو تدريب لهاي الكوادر. يعني هم إجوا هيك وما في باك جراوند ميديكال، بس حتى الظروف مش مساعدة إنه يطوروا من قدرات هذا الشخص اللي موجود. مامي ما تمارا جيب التليفون ستو تشادل. طيب في بعض التمريض الموجودين بس يعني ما بيلحقوا، يا دوب إشراف بس على تقديم الرعاية، على متابعة حالات صحية لبعض المسنين، بيقدموا شغلات فيها specific type of care، مثلا إنه مسن يعني في له فوليز كاتيتر، في له IV medication، يعني أمور بحاجة فعليا إنه يكون النيرسينج اللي بيقدموا فيها رعاية. بس إنه التمريض يقدم هاي رعاية يومية، هاي بتركوها لعمال الرعاية. تدني كفاءات علمية أكيد حكينا في رعاية كبار السن، يعني هذولا ما مش تمريض يعني الباك جراوند لهم. طبيب مقيم، في بعض الدور فعلا ما فيها طبيب مقيم إنه بشكل يومي موجود، ففي بعض الأطباء هم فعلا بيكونوا بشكل يعني طوعي إنهم بيروحوا يعملوا زيارات ويقدموا رعاية للمقيمين في هذه الدور. بالنسبة للمسنين اللي منتفعين من هذه الدور رح نحكي عنهم كمان شوي بتفاصيل أكثر، اللي بيجوا عن طريق وزارة التنمية أو اللي بيجوا عن طريق عائلاتهم. أعداد المسنين تقريبا في هذه الدور اللي هي العشرة يعني حوالي 400، زيادة شوي أقل شوي، ولكن هذا هو الرقم يعني التقريب اللي موجود. بتحسوه هو رقم يعني إذا إجيناها من ناحية إنه يمثل نسبة كبار السن في الأردن فهو لا يمثل، هذا قليل. في اكتظاظ في بعض الدور، زيادة عن سعتها أو على الأبر ليمت لسعتها. حكينا في أماكن زي يعني الجنوب نهائيا ما في أي دور للرعاية موجودة في هاي الأماكن. طيب
أسباب وجود هذول المسنين في الدور مختلفة، يعني ظروف مختلفة خلت هالمسنين يكونوا موجودين في هذه الدور. في بعضهم إنه بيكون فعلا ما صف حدا من أهله موجود في البلد، ممكن أولاده مهاجرين مسافرين، أشخاص بيكونوا يعني بيكون هو عاش طول عمره سينجل، فيعني صفى فيه له أقارب بس شوي بدرجة بعيدة، فما بيعيش معهم هو، ممكن يجي يزوروه على الدار بس هو بيكون موجود في دار المسنين. زي ما حكينا أبنائهم منشغلين عنهم، بدهم حدا بيقدم رعاية بشكل مباشر ويومي، وما في حدا متوفر في العائلة لا يقدم هذه الرعاية. في بعض المسنين بيكون هو يعني ما عنده disability أو مشاكل معينة، بس هو عايش لحاله يعني مش حاب إنه يضل عايش لحاله، فهو بيدفع الانكم ومكان إقامته في الدار، بس هو إنه متواجد في هذا المكان. بالإضافة زي ما حكينا صراحة many cases بيجوا بسبب الزهايمر. الزهايمر من أكثر الأسباب شيوعاً اللي بتخلي المسنين في الأردن تحديداً بيدخلوا على دور المسنين. معاناة الزهايمر لأنه في كثير عائلات يعني ما في حدا متوفر إنه يضل مع المسن يدير باله عليه، بتصير مشاكل كبيرة على موضوع إن المسن طلع من البيت وضاع، مش فاهمين شو بده، يعني طريقة التعامل معه بتصير أصعب وأصعب مع مرور الوقت. فبرضو يعني كيسز عديدة إجت دخول على الدار بيكون المسن بيعاني من الزهايمر. أسس الاستقبال راح نوضحها أكثر كمان شوي في اللي هي الobservation study اللي انعملت. لاحظنا إنه في بعض الأشخاص المقيمين في هذه الدور هم مش مسنين، وفعلا في حالات كانوا في يعني دخولهم على دار المسنين كانوا في الأربعينات أو في الخمسينات من عمرهم، بس ضمن مظلة الوزارة التنمية الاجتماعية بسبب أنه انطباق شروط معينة عليهم سمحوا أن هم يعني بيدخلوا على هذه الأماكن بيعيشوا فيها. رسوم الالتحاق حكينا هي 320 آخر رقم تم الاتفاق عليه من 3 سنين يمكن أو هيك إشي، هذا الرقم جديد 320 بعد مفاوضات إنه 260 ما بتكفي، ولغاية الآن أيضا لا تزال في مفاوضات على الرقم لأنه في بعض الدور بتشكي إنه المسن بيكلفنا أكثر من هيك بكثير، حسب طبعا نوع الرعاية المقدمة له حسب حالته ووضعه. الحالة النفسية طبعا يعني إحنا لما كنا نزور المسنين الآن يعني بغير هاي الظروف وضع نفسي كان يعني ما بنقدر نحكي إنه سيء جدا للكل، بالعكس في بعض المسنين كانوا بينبسطوا بيستنونا على الباب الصبح كل يوم، بيحبوا إنه يجي ناس ويحكي معهم وبيضل يعني بيحكوا عن حياتهم عن الماضي. نسبة يعني جيدة من المسنين كانوا بيتفاعلوا معنا وبيحبوا إنه طلابنا ييجوا ويحكوا معهم، يعملوا لهم activities من كير رعاية ل يعني أنشطة ترفيهية رياضات أشياء يعني بتتناسب مع سنهم ووضعهم الصحي. ولكن بنفس الوقت كانت في مجموعة من المسنين بيعانوا من حالة نفسية سيئة جدا. في بعض المسنين يعني فعليا إنه على مدى السنوات أنا كنت أشوفهم ما كانوا يحكوا مع حدا، ما كانوا يقبل إنه حدا يدخل عندهم على الغرفة، وإذا فت عنده على الغرفة يعني ممكن يطردك ممكن يصرخ عليك، يعني متعددة. وفي حالات كانوا المسنين إنه يعني دائما بيصرخ ودائما زعلان دائما مش عاجبه إشي، بيحكي إنهم هما بيسرقوا أغراضي، ممكن يتهم مسنين آخرين إنهم بيعتدوا عليه، في بعضهم بيتهم المقدمين الرعاية إنهم بيعتدوا عليه. يعني في كمان حالات أنت بتحتار فيها، يعني بتحكي معقول هذا المسن الحكي اللي بيحكيه صحيح ولا إنه هو بس بيختلق أمور معينة. يعني حتى أنت أحياناً يعني مش لازم كمان تمشي مع المسن 100%، في بعض الكيسز وجدوا إنه هو المسن بيكذب بيحكي شغلات مش موجودة، وبنفس الوقت في حالات فعلاً تم الكشف إنه فعلاً في مسنين بتعرض لأبيوز سواء من مسن آخر. في مسنين مثلاً يعني بيعتدوا على بعض بيخوفوا بيأخذ منه. ناتالي Go check Nabil's class. في مسن كان يعني زي bullying للمسنين الآخرين، بيسيء لهم نفسياً،
بياخد من أغراضهم، مصروفه، دخانه. في بعض المسنين كانوا بيشكوا إنه مثلا أغراضي ضاعت، سرقوا أغراضي، أواعي راحت على الغسيل وما رجعت. يعني في مشاكل كبيرة مختلفة. في مسنة كنت هي ألزهايمر، طبعا راح تلاحظوا إنه إذا صادفتوا وشفتوهم في هذه الدور، في تحديدا الكيسز اللي عندهم ألزهايمر، بضل المسن يحكي لك نفس القصة بعيدها. ففي مسنة على مدى سنوات وهي بتحكي لي عن نفس القصة، إنه انسرقوا خواتمها، إنه مقدمي الرعاية هم اللي سرقوهم منها، وهم بغاروا منها وبدهم منها أغراضها ومش عارف شو. يعني في مشاكل بدنا يعني نكون حذرين لما نتعامل بها مع بعض المسنين، لأنه كيسز كثير بتختلف عن بعضها. وحكيت لكم في بعض الحالات هم أصلاً عندهم مشاكل نفسية، في سكيزوفرينيا، في بعضهم بيتخيل حاله أنه هو ملك أو وحي، أو يعني تعرفوا أنتم بالسايكياتري برضو في مشاكل كثيرة فيها ذهان وفيها ديليوجنز مختلفة. فبرضو في كيسز موجودة في دور المسنين، وهذا طبعا بيعقد طبيعة الخدمة المطلوبة في هذا المكان، لما خصوصا الغرفة اللي فيها 4 و5 و6 مسنين في نفس القاعة، بتلاقي هذا مشكلته نفسية، وهذا ألزهايمر، وهذا إشي ثاني، وهذا بدريدن في نفس القاعة، تخيلوا. فهذا بيعقد موضوع الرعاية وبيخليه أصعب، وبالنهاية بتطلع مليين. يعني هذا مستوى معرفتهم وهذا اللي بيعرفوه. في بعض المقدمين الرعاية بتلاقي حواره مع المسن يعني رديء، بس إنه هذا اللي بيعرف وهذا الموجود عنده، ما تعلم، ما حدا حكى له وين الصح ولا دربه ولا تابعه. موضوع كمان الجهود التطوعية حكيت لكم للأسف مش منظمة. في مسنين كانوا يعني يمتعضوا إنه في بعض المناسبات زي الأعياد، لما تمر أعياد دينية وعيد الأم وهاي المناسبات، بتلاقي الدار يعني ما بتفضى من الزوار، وفوضى وأغاني ورقص ودبك ومش عارف شو، إزعاج فظيع. وأيام ثانية ما في ولا حدا بيجي على المسن، ما فيش زوار. ف يعني أنا بالنسبة لها بعتبره صدمة للمسن، إنه تيجي بتفاجئ وبتضغط عليه بهالعدد الهائل من الزوار فجأة، وأيام ثانية ومواسم ثانية ما فيش حدا بيسأل عن المسن ولا حدا بيطلع عليه. نفسهم الأشخاص اللي بيجوا بيزوروا يعني ما في رقابة على إنه هدول بيدخلوا على الغرفة على المسن، شو اللي بيحكوا معه؟ يعني بيجوا بفوتوا عليه غرباء، كيفك يا حجي؟ شو جابك هون؟ مين جابك هون؟ احكي لنا قصتك. يعني هذا كمان مؤذي نفسيا للمسن. فالدور نفسها يعني بحاجة أنها تتابع نوعية الزوار اللي بفوتوا. تعالوا بدكم تزوروا المسنين عنا، في عدد محدد ليميت لعدد الأشخاص اللي بيدخلوا على الغرفة عند مسن، في مجموعة أسئلة المفروض ما تسألوها للمسن، ما تزعجوه نفسيا، ما كذا كذا كذا، حتى تفوتوا عليه ومعكم أشياء حلوة كمان هذا غلط. يعني في مسنين عندهم دايابيتس، ما بيصير بيجوا 10 باليوم كل واحد ماسك له مش عارف إشي معمول وإشي مش عارف شو، أشياء يعني حلويات بكثرة كمان. فيعني هاي أمور يعني بطول الحكي عنها، بس قدر الإمكان إحنا كنا نحاول نغير. دائما لما كنت أخذ الطلاب ونفوت لعند مسن أول مرة بحكي لهم ديروا بالكم ما حدا فيكم يضغط على المسن يحكي، ما يعني لا تيجي تحكي له تعال احكي لي شو قصتك وتبلش تسحب منه حكي، هو بده يحكي خليه يحكي، بس إنه أنت تضغط عليه تواجهه بأسئلة، هذا الحكي ما بيصير. انعدام استفادة من خبرات طاقات المسنين، يعني احنا صادفنا مسنين صراحة عندهم يعني مهن وحرف كانوا يشتغلوا فيها ولا يزالوا يبدعوا فيها، مسنات يشتغلوا بالتطريز، بالصوف، في بعضهم بترجم وعند بيعرف لغات مختلفة. لما احنا نستفيد من خبراتهم حتى لو كانت مش كثير مهمة بالنسبة لنا، في مين يقوم فيها، بس لما المسن هو نفسه بيعملها رح يحس حاله كرياتيف، رح يحس حاله لا يزال منتج، فهذا الإشي كثير إيجابياً رح يأثر في نفسية المسن. لما إحنا نمسك الأشياء اللي بتنتجها المسنة وبنسوقها وبنبيع لها إياها ولو بثمن قليل، رح تحسها إنه إشي كبير.
ضع التواصل مع العالم الخارجي، حكيت لكم يعني المسنين في عدد قليل جدا منهم اللي معهم تليفونات، وكسمارت فون كمان عدد أقل وأقل وأقل، ما أغلبهم ما بيعرف إلا تطبيقات ممكن توصلهم بالعالم الخارجي. وللأسف كمان في مسنين لما تواصلوا مع العالم الخارجي انأذوا، في مسنات تعرضوا ل تهديد، وكان في ناس على التليفون يحكوا لها ابعثي لنا صورك ومش عارف شو، بيمسك عليها مماسك، يعني مشاكل كبيرة كمان. يعني حتى المسن اللي بده يتواصل مع العالم الخارجي بده مين يوصله صح للعالم الخارجي. شو كمان حكينا عن المساحات الخارجية، يعني في بعض الدور فعلا هاي إمكانياتهم، المبنى متهالك، مساحة قليلة، هي بس مجرد شيلترز أكثر من أنه في فعليا نوع من الرعاية المميزة اللي تليق بحد في هذا السن، وكله يعني مبدئيا السبب الرئيسي هو قلة الإمكانيات. حتى أنا بتذكر يعني أغلب مشاركة المسنين لما تيجي بموضوع الإعلام كانوا بيجيبوهم مثلا وقت العيد الأم وهاي المناسبات، بيجيبوا لقاء مع المسن بطريقة إنه محزنة، يعني زي كأنه إثارة شفقة وحزن وإثارة مشاعر غضب ممكن تجاه أهل المسن، على عكس إنه المفروض تكون هاي اللقاءات نطلع منها إشي إيجابي أحسن. يعني خلينا نعمل مع لقاءات مع مسنين عندهم شيء بيوصلوه، نشوف مواهب عندهم. زي مرة بتذكر عملوا قناة رؤية، عملوا الصبح برنامج رياضي أبثوه من دارات سمير شمة، جابوا مجموعة مسنين وعملوا يوغا الصبح وجابوها مباشرة على الحلقة. زي هيك أشياء كثير أحسن ما إنه تجيب مسن يبكي ويحكي قصته وليش أولاده رموه في الشارع ومش عارف شو. المعيقات والتحديات أغلبها إحنا حكيناها أوريدي، يعني توصلنا إلها من خلال الرصد اللي عملوه المركز، فمش راح نعيدها، اطلعوا عليها في القانون، في السياسات، في الممارسات، إيش كمان، في أي مجالات، تقريبا في هاي المجالات أغلبها يعني حكينا عنها من الأمثلة اللي وردت في المحاضرة السابقة واللي قبلها كمان. بالنسبة لتوصيات وهي الجزء الأخير من التقرير، إنه وين ما كان في معيقات وجابس ومشاكل أعطوا المركز توصياتهم، إنه تعالوا محل ما في إشي نقص عدلوا، شو رأيكم تعملوا هيك وتعملوا هيك. مثلا في مجال التشريعات حكوا تعالوا اطلعوا على القوانين اللي فيها deficiency، مثلا موضوع إنه نص قانوني يعني يحاسب الأشخاص اللي يعتدوا على المسن، هذا حطوه مثلاً ببند لحاله، خليه يكون التشريع قوي من ناحية حماية كبار السن. ضيفوا على موضوع المساءلة زي ما حكينا، لا يعني من ضمن الترخيص وهالشروط اللي بتنطبق على دول المسنين حطوا بند كمان يسائل من يسيء لهم ويعتبر هذا مخالفة. شكرا. بالنسبة للتوصيات حكوا كمان عدلوا على قانون العمل، خلي المشاركة يعني بتكون طوعية، ما تجبروا التقاعد على 60 و55. كل هاي البنود اللي كان فيها مشكلة أعطوا توصياتهم عليها، فهذا برضو اقرأوه وشوفوا شو الأمور اللي أوصى المركز بأنه يعني يعاد النظر فيها حتى تتحسن أمور المسنين بشكل عام، سواء كانوا في بيوتهم أو حتى في دور الرعاية. إدراج مثلا برامج تواصل أسري بين المسنين وأهاليهم، خصوصا المسن اللي حكيت لكم أهله في الجنوب، وكثير والله كان في منهم أيام بيكون ماسك التليفون ويستنى حدا يرن عليه، والتليفون أصلا بيكون مفصول ما بيرن. فيعني هذا الإشي المفروض مسؤولية المتخصصين في الرعاية الاجتماعية في هذه الدار، إنه المسن هذا كل ماله نفسيته تروح للأسوأ لأنه أهله ما بيتواصلوا معه، تكتشف إنه تليفونه مفصول. شو كمان، مبادرات كفالة كبار السن موجودة، بس زي ما حكينا ما في إشي منظم يعني وعي كامل بهالموضوع، حتى إنه في بعضهم اقترح إنه تكون الكفالة مش بس ماليا، لا حتى بالوقت، إنه أنت تكفل مسن بإنه أنا بدي أمر عليه مرة في الأسبوع أقعد معه أغير معه جو، نحكي، نطلع برا نتمشى، هذا كمان يعتبر كفالة بإنه أنا أقدم من وقتي
لهذا الشخص المسن. شو كمان؟ إذا هاي كلها توصيات يعني اقرأوها، ركزوا عليها محل ما كان في أي عقبات أو معيقات، هم أعطوا توصياتهم. طيب بنروح للجزء الأخير واللي هو بدي يحكي لنا كمان زي ما حكيت لكم observation study. أحد الباحثين راح تطلع على الدرلي هومز في الأردن وأعطى أيضا نتائج هذه الملاحظات. اللي بدي أحكيه الآن، هاي الدراسة كمان أغلب اللي فيها هو أوريدي ورد ضمن تقرير المركز الوطني. بالبداية هون أكد في هذه الدراسة إنه الأردن زيه زي all other countries، نعرف إنه كبار السن العدد عم بيزيد كنسبة بالنسبة لأذر age groups بتزيد. مشكلة الأساسية المين كونسيرن في الأردن وفي كل دولة في العالم بتخص كبار السن هي موضوع الرعاية الصحية، متطلبات الرعاية الصحية كل ما فيها راح تزيد. طيب بالأردن بتعرفوا إنه إحنا فئة كبار السن تعتبر من 60 وطالع. الفكرة الأساسية إنه هذول اللي بالستينات يعني من 60 لـ70 هذه الفئة تحديدا هي الأكثر نسبة من كبار السن، يعني اللي بالسبعينات والثمانينات نسبتهم أقل، فالنسبة الأكبر من السنين في الأردن هي الأيج جروب الستينات. هذه الفئة كمان على فكرة جزء كبير منها ستيل أكتيف وبيشتغلوا، بيساهموا تقريبا ب 2.9% من التوتال ورك فورس، هذا يعني نسبة جيدة جدا. بس مشكلتنا انه النسبه كمان كبيره من المسنين على فكره الليترت، يعني ما بيقراوا ويكتبوا اميين، حوالي 41%، وهذه نسبه يعني خطيره بتخلي هذه الفئه من المسنين على فكره يعني سيبريتد، يعني بده مين يحكي له عن اشياء او يسمع لاخبار وغيرها، بس انه هو يقرا يكتب هذا مفقود، وهذا طبعا إشي بيخليه شويه بمعزل عن العالم وعن حقائق وعن وقائع ممكن يتورط فيها، تجي ورقه من البنك، بيجي إشي لازم يوقع عليه ما قرأه منيح ما انتبه له، هاي مشكله. نسبه كبار السن اللي حكينا هي في ازدياد بشكل عام في الاردن وفي كل العالم، وبالاردن هذا الرقم ممكن يعني هذه النسبه قد تتضاعف خلال 15 عام القادمه. فاحنا يعني عندنا مشكله في الستركتشر، يعني احنا عندنا كثير نواقص لنواجه هاي النسبه اللي راح تزيد. بالنسبه ما بدنا نحكي نيرسينج هوم، هي الدرلي هومز هي مكان للمعيشه اكثر، شيلتر اكثر من انه مكان للرعايه، يقدم فود درينك كلوذينج هيلث كير بس بليفلز يعني محدوده، ريكرياشنال وسوشيال اكتيفيتيز على قدر الامكان يعني وغير منظمه. شو كمان يعني اغلب الاشياء احنا اوريدي حكينا عنها، ولكن هذه الدراسه يعني رجعت ذكرتها بناء على تجربتهم الخاصه في هذه الزيارات اللي عملوها، حكوا عن انه في ليميتد ريكرياشنال اكتيفيتيز بتنعمل بس يعني واتشينج تي في، فعلا بتلاقي المسن يا اما بغرفته يا اما بهذه السيتنج روم قاعد وفي فوضى على فكره وازعاج ويدوب سامع التلفزيون، ممكن برا يتمشى اذا الجو بيسمح، فيعني محدوده جدا الاكتيفيتيز اللي ممكن يعملها المسن، بتلاقي كل ايام وبتشبه بعضها. ممكن بعض الرحلات حكينا لكم بس بتكون اكثر يعني على الاغلب للمسن اللي مدرك وواعي وبيقدر يمشي على اجريه، فبيروحوا رحلات حسب شو إجاهم فند، شو إجاهم تبرع من شركة معينة، تأخذ المسنين رحلة في يوم وبترجعهم، فهذا بيعتمد على availability of funds and stuff. زيارات حكينا من المدارس والجمعيات وغيرها، هاي برضو إنه يعني أوردي إحنا شرحناها. طيب نحكي عن الميكانيزم اوف انتري او اكسبتنس شوي. حكينا في مسنين يجوا عن طريق اهلهم عائلتهم برايفتلي، هدول طبعا المسن عائلته بتدفع او راتبه التقاعد او الضمان بيكفل انه هو يعني بيكون له سرير وبيبات في هذه الدور. في بعض المسنين انه حدا بيتبرع بيكفله انه هو يدفع اقامته، وجزء آخر من المسنين وأحياناً ما بيكون مسن اللي هو عن طريق وزارة التنمية. وزارة التنمية بتعمل كشف على المكان اللي بيعيش فيه هذا المسن، إذا كان عنده إعاقة، عجز، فقر، ما في حدا بيرعاه، ما في مكان ينام فيه، مجموعة عوامل مختلفة بيدرسوها
بيبعثوا فريق يستقصي ويتأكد من ظروف المسن أو هذا الشخص اللي مقدم على أنه بده يروح على دار رعاية مسنين، وبناء عليها يتم قبوله. وبناء على اتفاقية بين الوزارة ودور المسنين، الوزارة لازم تقدم إثباتين: الأول أنه المسن ما عنده infectious disease بيعدي الآخرين موجودين في الدار، ووزارة التنمية كمان مطلوب منها تقدم تقرير خلوه من أمراض نفسية مؤذية للآخرين، يعني يثبتوا في تقريرين أنه هو ما عنده infectious disease، وأنه هو كمان شخص ما عنده مرض نفسي قد يؤذي الآخرين، أنه يكون dangerous على الناس الثانيين اللي عايشين في دار الرعاية. زي ما حكينا المبلغ هو 320، هاي الدراسة لأنها أحدث شوي فهي جابت الرقم صح. هاي نفس الملاحظات اللي حكاها التقرير، اقرأوها، ما في إشي مختلف. عن يحكي عن الباثرومز، عن الجاردنز، عن الإكويبمنت، يعني نقص في كل هذه الأمور. ريجولار مينتيننس، إذا كان في تصليحات، التصليحات هاي بتنعمل هيك يعني بشكل هيك من برا لبرا، تسليك أو إنه تنترك زي ما هي. كنا نشوف كيبلز مثلا احيانا مكشفه، التصريف الصحي في مشاكل، في روائح، يعني مشاكل مختلفه ايضا موجوده في دور مختلفه. من ناحيه ايثيكال ايشوز موجوده في دور المسنين، وهذا طبعا موضوع رح نغطيه بشكل اكبر في توبيك 6 الاخير، بيحكوا عن الفيوليشنز او حتى ابيوز يتعرضوا للمسنين. حكيت لكم في بعض المسنين هو قد يهيئ له، وفي بعض المسنين فعلا هو بيتعرض لابيوز، اما من مقدمي رعايه او من اهلهم، حتى اهلهم بيجوا يزوروهم بيصير لهم مشاكل، او من مسنين اخرين. الان بالنسبه للمسن اذا تعرض لابيوز ممكن ما يحكي ولا بيجيب سيره لسببين. اول شيء هو بيكون اصلا المسن ما بيعرف شو اليه الشكوى، لمين أشكي، لمين أحكي، وين بدي أروح، أنا ما بعرف شو الإجراءات، يعني lack of knowledge. بالإضافة لا أنه المسن بيكون أصلاً هو مش مميز أنه هاي إساءة، يعني إن أذى وهو مش واعي، يعني بيكون عنده مشاكل بالإدراك perception وهيك، مش عارف أنه هذه أذية وهذا abuse بيصير فيه. بالإضافة للنيجليجنس والانفير تريتمنت، انه احنا اصلا قوانيننا زي ما حكينا هي ما بتحكي عن اي شيء سبيسيفيك لحمايه المسنين، اللي بتخلي الناس مثلا بتحسب حساب انه ما لازم يكون في اساءه للمسن، لانه في نص قانوني صريح بيحاسب ويعمل مساءله قانونيه على هذه الاذيه. وكمان بنضيف لها السبب، موضوع المس تريتمنت اللي بتصير للمسنين من اهاليهم، من اولادهم، من اقاربهم، بيكون المسن هو نفسه خايف يبلغ وخايف يشتكي ويحكي، لانه بخاف على اولاده مثلا اللي اذوه او اخوانه ما بده يؤذيهم. وغير عن موضوع ثقافه العيب، يعني انه انا كيف بدي اروح اشتكي واحكي على الاولاد، يعني عيب الناس شو بدها تحكي عنه. Moral psychological violence كثير بيأثر على المسنين، وحتى لو ما حكى، يعني مجرد انك انت تشوفه صامت وما بيحكي مع حدا ومتأذي نفسيا، هذا يعني دليل واضح على انه أثر نفسيا بشكل كبير على المسن. في مسنين زي ما حكيت لكم فعلا بيقعدوا سنين ما حدا بيزورهم ولا بيشوفهم. في مسنات كمان تعرضوا لاستغلال من أهلهم، من أولاد، إخوان، زوج، أخذوا حصتها في الورثة، أخذوا ذهبها، أخذوا منها مصاري، هذا كمان حالات يعني فعلا صدفناها. وهذا اللينك حطيت لكم يا هون، اعملوا له كوبي وشوفوا. كل فترة بفوت أشوف إذا في أي معلومات جديدة، أي تقارير عملت بخصوص وضع كبار السن في الأردن. فهذا تقرير انعمل السنة الماضية زي هذا الوقت، انتشر في أحد الصحف، بيحكي إنه المركز الوطني لحقوق الإنسان عملوا تقصي ولقوا في بعض الحالات فيها اعتداء على المسنين، ومن ضمن هذه الحالات كان فيه 11 حالة اعتداء جنسي على مسنين. فشوف، فوتوا هذا التقرير واقرأوه وشوفوا هذا الخبر. هيك احنا الحمد لله توبيك 5 هيك انتهى معنا، وهو احد مكونات امتحان الفاينل. طيب في اي اسئله يا شعب اثنين؟ نعمل داونلود اتندنس شيت اللي كل ما فيها شرينك تتقلص، كل ما في عدد الحضور يقل
مش عارف، امبارح كان معي بس 7 طلاب شعب واحد، واليوم 12. شو مالكم يا جماعة؟ شو في؟ احكوا فضفضوا. ما فيش صوت، ما في أي استجابة. عنا امتحانات دكتورة. طيب نعمل stop recording here و